مؤخرا كلمة هي anxiety بتتقال بالعربي ايه؟ القلق. دي اكتر كلمة بقيت اسمعها، والتوتر يعني القلق والتوتر بين كل الناس. وحاسة ان فجأة الناس كلها بجد يعني انا مش ببالغ خالص ومش اوفر خالص، لا صح، الناس كلها بقت بتعاني من مشاكل ليها علاقه او سببها الستريس والقلق. فبقيت اشوف، وده من بصي انا لما بلاقي اي حاجه بتحصل اول حاجه بعملها كده طول ما انا زهقانه اقعد اقرا عنها. فلاقي بقى مثلا، وكلمت مع دكاتره وناس كتيره وقالوا لي ان الواحد لما بيوصل لدرجات معينه من التوتر والقلق بتطلع في الجسم، ضربات قلب، تنفس، مفاصل، قولون، حاجات كتيره جدا. صح. ده حاجه عادي يعني؟ ده طبيعي ان الواحد يحسها فيزيكلي كده؟ هو طبيعي ان الواحد يحسها فيزيكلي، بس مش ده الصح. يعني أوكي. هو طبيعي ان الواحد يحسها فيزيكلي، لان احنا ما عندناش الاويرنس او الدرايه ان احنا لما بقى قلقانين من حاجه نتكلم عنها، او ان احنا لما بقى قلقانين حاجه نعرف نتعامل مع القلق ده ازاي. بنحس ان ده جزء من الستريس العادي، ما الناس كلها عامله كده، ما الناس كلها مضغوط، ما طبيعي ان الحياه مضغوط. فهي الفكره ان انت ما بتبقيش قادره تتكيفي مع القلق اللي عندك. فاللي بيحصل ان انت عشان مش بتعبري بده، مش بتعبري عن مشاعرك دي للناس، او مش بتعبري مشاعرك دي، ما بتطلعش بره، بتطلع في صوره شكل جسدي. أوكي. يا اما بقى بطنك وجعاكي، يا اما زي ما انت قلتي ضربات قلب، تحسي ان نفسك مكتوم، تحسي ان انت كده روحك رايحه. ممكن الناس تحس مثلا بوجع في رجليها، وجع في ايديها، يعني تحسي ان انت مهمده، وهكذا بقى. فبتظهر في يعني في خلاص يعني ابحاث بتقول ان حتى الستريس او الضغط الطويل ده ممكن يعمل لك قرحه في المعده، ممكن يدخلك في امراض بقى بجد قلب، يعني مشاكل كتير قوي، مشاكل كتيره جامده يعني. فده موجود، وعشان كده لازم يبقى عندنا اللي هو انا لو قلقان نفسي اتكلم مع حد، او اشوف ايه الحاجات اللي عامله عليا الضغط ده، ابتدي اتعامل معاها. يعني ما ينفعش نسيب الحاجه اللي هو عادي ما الناس كلها مضغوطه، لا، لازم نخلي بالنا من نفسنا. اوكي. يعني انا مشكله في مصر ان الواحد ما بيخليش باله من نفسه، بيتخيل ان الموضوع بيتعامل مع الحاجه الجسديه بس. لكن الصحه النفسيه بتاعت الواحد اللي هو دلوقتي بنحاول نعمل عليها اويرنس، ونقول يا جماعه لازم نبقى عندنا صحه نفسيه. يعني لازم ابقى انا المنتال ويل بينج، ان ابقى انا كويس من جوه، عشان اقدر ان انا ابرفورم احسن، اقدر اشتغل احسن، اتعامل مع الناس اللي حواليا احسن، حياتي تبقى افضل.